الهيئة الوطنية لعضو المنافذين تنفذ تنظم الملتقى هذايا، الملتقى الإفريقي بالإشراك مع الاتحاد الإفريقي للعضو المنافذين، وهي فرصة لانفتاح الهيئة على محيطها الإقليمي والدولي، بانفتاح على المنظمات الإفريقية مثل منظمة لوادا اللي تعتمد في 17 دولة إفريقية تقريبا فيها أكثر من 255 مليون ساكن، عند نفس النظام القانوني في الإجرائي متعلق بكيفاش يكون ثم أرمونيزاسيون، ثم انسجام وتناسق حتى تكون القاعدة القانونية ضمان للاقتصاد وخدمة للاستثمار. والمنظمة لوادا تبعتها مؤسسة علمية أكاديمية هي المدرسة العليا الإقليمية للقضاء. ممكن يعني واقعيا نجاعة التنفيذ، إلى أي مدى عدل التنفيذ في تونس يواجه إشكاليات في تنفيذ الأحكام؟ يعني هذا اللي سيقع التعرض إليه في جميع المداخلات، هذا اللي سيقع التعرض إليه في العديد من المداخلات. اختيار هذا الموضوع ماهوش صدفة، اختيار الموضوع هذايا هو موضوع معناها يهم مش كان تونس فقط، مش كان إفريقيا فقط، هو تقاطعات نتاع العديد من الدول في العالم، إشكالية تنفيذ الأحكام، صدور أحكام وصدور سندات تنفيذية لفائدة المواطن تتعطل في تنفيذها، والأسباب مختلفة خاصة منها هي متعلقة بطرق التنفيذ ونوعية الإجراءات المعتمدة. الأفضل اللي باش المواطن يوصل الحق متاعه لابد من أن يكون باختصار الأجل وبتبسيط الإجراءات، ما يلزمش نعقدوها الإجراءات، يلزمها تكون مبسطة. فماشي قوانين تجارب نجربنا باش نستأنسوا بها؟ هذا 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 هو على الأساس هذايا نفتحوا نعالجوا المسألة هذه على مستوى إقليمي، وحتما احنا كهيئة وطنية العضو المنافذين عندنا تطلع لتنقيح طرق التنفيذ، لتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية. هنالك العديد من النصوص قديمة، النصوص هذه تتطلب التغيير، تتطلب تسهيل، تتطلب التبسيط، طريقة كيفاش المواطن يوصل حقه الأصل اللي معناها من غير ما نعقدوا الإجراءات نبسطوا الإجراءات القانونية، وزاد نفعلوا مؤسسات جديدة مثل الطرق البديلة لفض النزاعات. العدل المنفذ قادر اليوم باش يقوم باستخلاص الرضائي، عندنا العديد من الديون العمومية اللي يتعذر استخلاصها، علاش لا مسيرش اتفاقية بين الهيئة الوطنية للعضو المنافذين ومؤسسة الدولة لاستخلاص الديون العمومية. تهم شكون بالتحديد الديون؟ خاصة الديون المالية، خاصة الديون الجبائية المثقلة. هذا معناها كان نعملوا دي ستاتستيك، العديد من الديون التابعة للدولة، العديد من الديون المالية تقريبا نسبة الاستخلاص متراجعة بنسبة كبيرة من 2013 ل 2019 تقريبا. خاصة علاش سألتك؟ على خاطر عندكم دور يعني اقتصادي، كما نقول يعني تدخلاتكم هي في برشا جوانب من بينها الاقتصادية، وحبينا نعرفوا بالأرقام قديش من عدد التنفيذ موجود؟ احنا تقريبا أكثر من 1000 عدل منفذ، 1025 عدل منفذ. صحيح العدل المنفذ يحقق كي تتوفر له الإجراءات، كي يقع معناها تفعيل القانون المنظم المهنة. عندنا قانون منظم المهنة رائد ومتميز، صدر في قانون عدد 9، صدر في 30 جانفي في 2018. القانون هذا يتطلب التدعيم، يتطلب التفعيل، يتطلب معناها التنفيذ. احنا في حاجة لنصوص ترتيبية لمعناها تفعيل، خاصة مؤسسة الاسترشاد على مكاسب المدين، يلزم تكون ثم قراءة واضحة وحقيقية للمساعدة الآلية للعدل المنفذ بالقوى العامة. كذلك معناها كما قلت لكم تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمر ضروري وهام، معناها الطرق التنفيذ تتحسن، نجاعة التنفيذ تتحقق بتفعيل القانون المنظم المهنة وبتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية. شنية الغاية من القانون؟ القانون هو مؤسسة، القانون هو يحمي المجتمع، القانون هو يحقق الأمان القانوني، يحقق السلم الاجتماعي. ما هوش فايدة في كثرة القوانين، نجمه
يلزم يكون عندنا تصور ويكون عندنا توجه اللي تكون القانون خدمة للاقتصاد. القانون هو مؤسسة كما أذكرت، مش الفايدة منه معناها يتعرض لما هو ضروري فقط، احنا عندنا تطلع لما هو كمالي، لما هو معناها القانون بامكانه باش يحقق حتى الرفاهية. القانون بامكانه باش يحقق الرفاهية.